تحياتي. وجه المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو نصيحة واضحة لإدارة يوفنتوس بشأن الاستفادة المثالية من كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل. فابيو بيعتقد أن اليوفي بيحتاج مهاجم مثل كريم بنزيما بجانب رونالدو، لكن لأن التعاقد مع كريم شبه مستحيل هذا الصيف، فهو اقترح مهاجم ولفرهامبتون راؤول خيمينيز بالنسبة له وبشوفه الخيار المثالي. التصريح هذا بيخدم سيل من الأخبار اليومية عن بحث اليوفي عن مهاجم. في الماضي كان خيمينيز متصدر القائمة طبعا، ثم ملك مهاجم نابولي، لكن من عندما إجا بيرلو شوي تغيرت الحسابات. ملك يبدو خرج من حسابات اليوفنتوس، وتم تقدم مهاجم روما إيدين جيكو في السباق. حسب ما يقال، بيرلو بيعتقد أنه توظيف رونالدو المثالي يجب أن يكون قرب المرمى، لكن مش كرأس حرب وحيد، بل لابد من لاعب بيشغل المدافعين. وبيجي رونالدو بعنصر المفاجأة المشهور فيه وسرعة ملاحظته لاتجاه الكرة وبيسجل. لكن اليوفي عشان يعمل هيك حركة لازم أول شيء يتخلص من أجوره العالية. هو الآن بيعمل على سامي خضيرة، على هيغواين، رحل ماتودي طبعا، وبيحاول يبيع دوغلاس كوستا. هذا الإجراء مهم جدا حتى ما يدخل بمشاكل مالية. ما بدي ننسى أنه كان جابرييل جيسوس الفكرة المثالية لليوفي عشان يكون بجانب رونالدو كلاعب حركة جدا، بس طبعا تكلفته عالية جدا في زمن كورونا. وفي أصوات كثيرة في جمهور اليوفي بتقول المهاجم ما بكفي، حتى لو جبت لرونالدو مهاجم كويس معه مش حيكون كافي. الفريق لازم يحل مشكلة خط الوسط بلاعب إضافي بيساعد اليوفي يفرض أسلوبه، ولابد من الانتباه للأظهرة وتعزيزها بأفكار هجومية جيدة، خصوصا الظهير الأيسر. في رأيكم هل رونالدو فعلا يحتاج لاعب بجانبه ولا يحتاج لاعب وسط خلفه؟